بدنا نفكر تفكير إيجابي أصدقائي، يعني شو لازم نعمل لحتى يرجع التوازن البيئي يرجع؟ هلأ أفهمنا وصار عنا فكرة إنه الأرض، الكرة الأرضية بحالتها تعبانة، عندها احتباس حراري، عندها خلل بالتوازن البيئي، في أحياء ماشية باتجاه الانقراض، في أحياء انقرضت، في عنا عدم توازن بالحالة الفيزيائية يعني بالغازات أو هيك، ثنائي أكسيد الكربون كل ماله عم يزيد، ثلج القطبين كل ماله عم يدوب، الدببة بحالة، الدب القطبي بحالة خطر، البطريق بحالة خطر، يعني سبحان الله خلينا نقول في صافرة إنذار يعني إنه الأرض عم تستغيث. طيب مين حابب يشارك؟ أنا أنسي. ربا، إيه ربا تفضلي. ربا شو بتقترحي نعمل لحتى ترجع البيئة متوازنة؟ هيك اقتراح من عندك، شو نعمل؟ أي يكون القوة الفاعلة للحفاظ على التوازن البيئي؟ شو يعني؟ التوازن البيئي للإنسان. حلو، إيه طيب يعني كيف؟ إيقاظ الضمير البيئي وتنمية العمل الجماعي. طيب حلو حلو. طيب الكون شغلة اللي مكتوب بالكتاب حسيته هو مانو حل عملي للمشكلة يلي وقع فيها الأرض، يعني في كتير مؤتمرات عم تصير. نعم أنسي، أنا عندي. تفضلي غزال. أنسي أنا عندي. يلا غزال. مثل يعني الاعتناء مثلا بالأشجار، اعتناء بالأراضي، إنه نضيف سواد إلهم، يعني هيك أنا بعرف إنه هيك، يعني عندي فكرة إني عندي هيك شيء في الأرض، فهيك طلبت تعتني فيها نصئيون إني تنحط لهم سواد هيك، إنه الاعتناء يعني بالأشجار والأراضي. يعني ما بتقطعون أكيد؟ لا ما بنقطعون، أما بتنتجت إذا مثلا خلصنا كل يومين والثالث بدأت إنه تشربوا مي كتير، والسواد كل شهر أو كل 15 يوم. ما شاء الله ما شاء الله، تحية كتير كبيرة اللي مكسب منا عليها. طيب في حدا عبر صديقتنا، صديقتنا اللي قالت انه هي بعد غزالة. انا انتي. تفضل انتي. مثلا اذا بدنا نعمل خشب، اذا اعتزنا الخشب اكيد بدنا نقطع الاشجار يا انسي. فينا انه بعد ما نقطع الاشجار فينا انه نزرع كمان من اول وجديد حتى ترجع لبيئتنا متوازنة. رائع جدا رائع جدا. يعني اللي قطعناه واعتزناه شو نعمل؟ على القليلة نزرع بداله. برافو عليكي. طيب ممتاز، يلا بلشت الأجوبة الحلوة تظهر. يلا تفضلوا، في حدا عنده ممكن هيك خطوة نعملها؟ أنا أنسي. تفضل تفضل. يلا أنسي. قولوا لي الأسماء. فاطمة. تفضل فاطمة. ريم بعدها. يلا فاطمة أولا. أسباب الحفاظ على البيئة، للأسف يعني عنا بعض الأطفال بتلاقيهم بيطلعوا على غصن الشجرة بيكسروها بيأذوا فيها بيخربوا بالحدائق وهيك، كمان أنسي هذا السبب عمال يأثر كمان سلبيا على البيئة. ومثل ما كمان حكيت من شوي زميل إنه قطع الشجر اللي كتير، يعني ما يقطع الشجرة وما عم يرجعوا يزرعوا بدالها، كمان هذا السبب عم يأثر كمان على البيئة. برافو برافو ممتاز أحسنتي. حلو طيب يلا يا فاطمة يا ريم. شكرا فاطمه. ريم عموري. وقت عم يقطع الاشجار، ايه انسي وقت عم يقطع الاشجار انسي عم تنقرض كتير حيوانات انسي، مشان يزرعوا بدالهم ويامنوا لهم موطنهم مشان ما يضلوا بي. طيب طيب يلا يمنى، انت جاهزه تشاركي معنا بسؤال؟ يمنى، يمنى العمر. ايه عم اتذكر انا اسمعكم يلي هلا قريتها وقت فات بتبلشنا الاجتماع. يمنى كيف شو بتستعملوا للإضاءة بما أنه عندنا بإدلب ما في كهرباء؟ شو بتستعملوا للإضاءة غير الاشتراك؟ طاقة شمسية. ممتاز طاقة شمسية، يعني أنتوا عندكم لوح طاقة؟ طيب تعالوا نغمض عيوننا هيك شوي ونشوف ونقول يا رب سوريا ترجع ونقدر نعمرها بإيدينا ونرجع الكهرباء وكل شيء. يا هل ترى مو أمر كتير حلو ومفيد للبيئة إنه حتى لو في عنا كهرباء نحن بكل بيت بدل ما نطول الوقت نستهلك كهرباء كهرباء، لأنه إنتاج الكهرباء طبعا هو عمل صناعي، يعني إنتاج الكهرباء بيستهلك كتير كتير وقود
وبيطالع غاز ثاني اكسيد الكربون على الجو وهيك، فنحن شو بنعمل؟ شو بنعمل لاحقا لما ان شاء الله الامور تتحسن وهيك؟ بدنا تصوروا لو كل العالم ما بتستهلك كهرباء، شو بتعمل؟ بقلب النهار نحن دائما كهربتنا على شو؟ على الطاقة، على الشمس، على الشمس. حلو. طيب اسمعوا لكم هلا، طبعا توليد الطاقة الكهربائية في إلها عدة طرق. في شيء عندنا مواد بالكرة الأرضية عم تخلص، تعرفوا شو يعني عم تخلص؟ يعني مواد غير متجددة. برافو برافو، مين حكى؟ مواد غير متجددة. أنا محمود. محمود تفضل، حلو كمل كلامك، حلو تفضل. آسي مثل النفط والغاز. الغاز ممتاز. طيب والماي؟ آسي الماي متجدد. تمام، بس كمان صار عدد البشر أكتر بكتير من المخزون المائي، فحتى هيك قرأت مرة إنه الحرب يلي جاية لاحقا من الكرة الأرضية هي على الماء، الحرب على الماي. يعني بدك تصير بكرة الدول تتخانق مين يلي عنده الماي ومسيطر على الماي. تمام، ليش؟ لأنه أصلاً في احتباس حراري، فأصلاً النظام البيئي مختل، وفي رح يبقى بس في شوية مي، ورح تصير الدول الكبرى تتخانق عليهم هدول الميات. بس كلامك كتير جميل، إذا قلت لي إنه هنا في عنا طاقة متجددة، هي الطاقة اللي ما بتخلص، ما بتخلص، يعني رب العالمين خالقها، يعني بحياة، يعني إذا خلصت تخلص الشمس، تخلص الشمس محمود. أسي في كمان الهواء طاقة متجددة، أكسجين. برافو ممتاز ممتاز. معناتها يا محمد شوف لي الصورة، عفوا محمود، في شيء عنا اسمه الطاقة البديلة، واللي نفس الفكرة هي فكرة محمود، انه الطاقة المتجددة. الطاقة البديلة هي يلي تغنيني، او هي البديل عن النفط، هي البديل عن كل شيء بيطالع ثنائي اكسيد الكربون، هي بديل عن كل شيء عم يخلص. تمام، شوفوا لي هالصورة، نفس اللي نحكى اليوم، هدول هنن الواحد الطاقة الشمسية، دائما في شمس، ليش ما نستفيد منها وهي ببلاش وطبيعية ومفيدة للنظام البيئي وما بتعمل أي خلل ولا أي ضرر بالبيئة؟ فنحن إذا نحن اعتمدنا على موضوع الطاقة الشمسية، ما بتصدقوا إنه إدلب هي من المناطق اللي ما فيها تلوث. ليش؟ لأنه بالأصل لا في معامل ولا شو بيقولوا جماعة هيك بسطاء وعلى أدنى، بس سبحان الله رب العالمين مبارك بهذا المكان من كتر ما في نوع من الحفاظ على البيئة، إنه كأغلب الناس بتستعمل الطاقة الشمسية. طيب هدول العنفات شايفين منهم شي مرة؟ هدول بسموهم طواحين. تمام، هدول العنفات الطاقة الهوائية. الطاقة الهوائية، في مناطق بالعالم فيها رياح شديدة كتير قوية تمرق يعني مثل العواصف. أسي في عجبال تركيا لكان. تمام، كل الدول المتحضرة بتركب هي العنفات بيسموها. هي العنفات أصدقائي لما بتفتل بطريقة كتير 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 قوية، بيقوموا العلماء اخترعوا طريقة إنه يحولوا طاقة الهواء إلى كهرباء. فنحن بهي الحالة يعني حصلنا على كهرباء ببلاش، بدون ما نأذي البيئة، بدون ما نحط نفط، بدون ما نحط غاز، بدون ما نحط أي شيء. تمام؟ فهي اسمها طاقة بديلة، طاقة متجددة، طاقة ما بتخلص، هي من عند رب العالمين، بس الإنسان يجب أنه يعرف كيف يستخدمها. أنا مرة في عنا أحد الأشخاص درس أنه ممكن في مناطق بعفرين عنا القدرة أنه نبني هي العنفات، فإن شاء الله يا رب هيك بهمتكم تدرسوا أنتوا، وأنتوا بتقدروا تنفذوا هذا المشروع إن شاء الله، وتقدروا تولدوا كهرباء مو بس لإدلب، لسوريا كلها إن شاء الله، وبجهودكم إن شاء الله بموضوع الطاقة البديلة. إذن خلينا نرجع للفكرة الأساسية، إنه أنا شو بقدر ساوي لحتى أعيد التوازن الطبيعي أو التوازن البيئي؟ أولاً موضوع الطاقة البديلة. طيب مين في حدا عنده فكرة تانية بقى؟ أسي حتى كمان الطاقة البديلة، أسي مثل الواحد الطاقة الشمسية، حتى أسي أوفر من كهرباء الدولة أو الاشتراك. طبعاً، لكن أنتوا ليش بتلاحظوا إنه الدولة ما كانت تتشيع هذا الموضوع؟ لأنه هي الدولة دائماً بدها ضرائب من الناس، يعني ما كان في عنا ثقافة الألواح الطاقة إلا بعد الثورة. يعني قبل نحن ما كان حدا يفكر أصلا، يمكن الدولة كانت مانعة استيراده. ليش؟ لحتى نحن نضل عم نستخدم الكهرباء
وندفع فواتير ونضل هيك يعني عم تستهلك مننا الضرائب. أما لو في مثلا هن بيحبوا مثلا يعني يحبوا شعبهم وبيحبوا الطبيعة والبيئة كانوا خلونا نستخدم هدول، أوفر وأوفر إلنا وأحسن للبيئة. وبس سبحان الله، الله يا رب هيك هيئ لنا نقدر نحن نبني بإيدينا إن شاء الله. طيب في صبية كانت حابة تشارك، تفضلي. أنسي تخفيف الرعي. حلو حلو حلو، ممتاز. على فكرة كل الأفكار اللي حكيناها هون إذا نحن قدرنا نعمل عكسهم نحن بنكون قادرين على إعادة التوازن البيئي. تمام؟ طيب شوفوا لنا هي الفكرة اللي جتني من كثير من الأصدقاء اللي شاركوا اليوم، إنه موضوع تشجير الغابات. قطعنا غابة بنزرع بدالها، احترقت غابة بنزرع بدالها، كل ما لقينا عدد من الأشجار رايح ممكن إنه نحن نزرع بداله. مرة كنا بمنطقة حارم، إذا بتتذكروا هيك جبال حارم قديشها كتير عالية وكلها فيها شجر، مرقنا مرة هيك على جبل تقريبا كلياته صاير أجرد، يعني صاير جرد ما فيه ولا شجرة. سمعنا من السائق وقتها فحكى إنه كان هي المنطقة ما حدا يقدر يخافوا يمرقوا فيها من كتر ما كان فيها شجر، ويخافوا من قطاعين الطرق بهذا المكان. فلما شفناها نحن فاضية فاضية ما فيها ولا شجرة، قديش بيزعل هذا الموضوع إنه يعني جبل بحاله كان أخضر وتحول لبني وصار يابس وما فيه شجر. فنحن كمان يفترض نحن نفعل حالنا، وكل ما صح لنا نزرع أشجار. هي بسموها دائمة الخضرة، مثل الزيتون. ليش إدلب خضراء؟ ليش بسموها إدلب الخضراء؟ من كتر ما فيها الزيتون ما شاء الله. الزيتون هو شجر دائم الخضرة، يعني ما بهر ورقه، يعني بهر بكميات قليلة بس هو بيحافظ على ورقه. فحتى الصنوبر، حتى السرو، الدلب، شوفوا في كمان عنا بينمو بسوريا، كلها هي من هدول الأنواع يلي ممكن إنه تضل محافظة على الخضار. أخضر يعني في أكسجين عم يطلع على الطبيعة، أخضر يعني في طاقة عم تتخزن، أخضر يعني في بيئة متوازنة. كل ما كترنا الطبقة الخضراء ببيئتنا كل ما صار في عنا توازن بيئي.